ثلاث مراحل يمثلوا ثلاث مراحل حياة الإنسان الخاطي. ابنة يايروس أقامها الله وهي في سرير في بيتها، ودي إشارة للإنسان اللي يدوب لسه بدأ في الخطية. ابن أرملة نيين أقامه ربنا يسوع المسيح له المجد هو في الطريق، فده مش إنسان مشي في طريق الخطية، مشي في الطريق، مشي مسافة كبيرة، قرب يوصل للقبر. وأقام لعازر وهو داخل القبر بعد 4 أيام بعد ما الخطية تملكت من الإنسان في مراحل كتيرة. فدول 3 مراحل للخاطي، إنسان الخاطي. لكن الله قادر إن هو يغير حياة الإنسان دوت ويقيمه من مرض الخطية. بس إزاي؟ بالتوبة، بالرجوع إلى الله، بترك الخطية، بالجهاد ضد الخطية. بدل ما الإنسان يمشي في الخطية ويمشي طريق ويمشي مشوار، هو بيجاهد وبيعيش حياة التوبة. وعشان كده كنيستنا القبطية الأرثوذكسية بتعلمنا إن التوبة ليست لحظة. ما عندناش إن التوبة أنا توبت، أنا خلصت، أنا اتجددت، أنا الكلام ده، لا. تعلمنا الكنيسة إن حياة التوبة هي حياة وليست لحظة. فالإنسان يعيش حياة ويعيش عمره كله وهو بيجاهد ضد الخطية. ربنا يسوع المسيح له المجد في إقامة لعازر علمنا كده وقال: أنا هو نور العالم، أنا هو نور العالم، إن كان أحد يمشي في النهار لا يعثر. سيروا في النور ما دام لكم إيه؟ ما دام لكم النور. يعني إيه الكلام ده؟ ده على طول ربنا بيلفت نظرنا لحياة الخطية، لأن الخطية ظلام والخطية انفصال عن الله، والله هو مصدر النور. علشان كده أحبائي محتاجين إن احنا نعيش حياة التوبة، نجدد حياتنا على طول. وإحنا بنعرض هذه المعجزة ونتكلم عنها، تعالوا كده نشوف كده نوعين من الموت، زي ما قال ربنا كده هوت عن الموت دوت، إنه إيه؟ ليس هو موت بل هو نوم، لعازر حبيبنا قد نام. فإذا عندنا نوعين من الموت، في الموت الجسدي وده بنسميه انتقال، عبارة عن كوبري أنطرة بنعدي من حياة الأرضية للحياة الأبدية بس. ولكن اللي يخوف أكتر هو الموت الروحي. إيه الموت الروحي ده؟ الموت الروحي هو الانفصال عن الله، البعد عن ربنا،